حلقة جديدة من الخلاصة. أهلا وسهلا بحضراتكم. كلها شهور قليلة جدا ومصر هتبدأ تصنع أول سيارة كهربائية مصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ده هيكون جوه مصنع مصري 100%. التمن أو سعر العربية هيكون في حدود 250,000 جنيه. هي خطوة مهمة جدا في عالم السيارات الكهربائية اللي كل يوم بيتطور عن اليوم اللي قبله. كفاية ان احنا نعرف انه السنة اللي فاتت اتباع في العالم اكتر من 10 مليون سيارة كهربائية. من المتوقع ان يتم بيع 20 مليون سيارة كهربائية في العالم بحلول 2030. وطبعا الصين هي اكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم وبتستحوذ على اكتر من 50% من المبيعات العالمية. معروف ان العالم بدأ يفكر في بدائل للطاقة، والكهرباء عادة هي ارخص من البنزين او الديزل، عشان كده التفكير في السيارات الكهربائية. التكلفة الاجمالية لتشغيل وصيانة السيارات الكهربائية هي اقل من العربيات اللي بتشتغل بالبنزين، اعطالها اقل، ده غير انه ليها تأثيرات ايجابية على البيئة لانها ما بتخرجش طبعا العوادم زي العربيات اللي بتشتغل بالبنزين العادي. برضو دول كتير جدا بتقدم امتيازات وتسهيلات لكل اللي بيشتري عربية كهربائية. في مصر مثلا الرئيس السيسي وجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ولحد ما نصنع سيارات كهربائية في مصر في امتيازات لكل اللي بيستورد سيارة كهربائية. أهم الامتيازات دي إنها معفاة من الجمارك، صفر جمارك، ما بتدفعش عليها جمارك خالص، وما فيش رسوم جدول ولا تنمية. كمان لما تيجي تعمل الرخصة بتدفع الرسوم بس من غير ضرائب، من غير زوايد، وده شجع ناس كتير جدا انها تتحول من العربيات اللي بتشتغل بالبنزين للعربيات اللي بتشتغل للكهرباء. نرجع بقى لمصر. اول عربية مصرية كهربائية اعلن عنها الدكتور محمد الغمري الباحث الرئيسي للمشروع. من المتوقع طبعا هي تكون متمشية مع موديلات العام الجديد، وقتها ده هيبقى 2025، وهتكون بسرعة 80 كيلو في الساعة، وهيتم طرحها بأكتر من فئة. بطارية العربية هتكون من نوع ليثيوم آيون، وهي من أفضل البطاريات على مستوى العالم. النهاردة هنعرف أكتر عن العربية دي، مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مع ضيوفنا الدكتور نبيل حماد أستاذ هندسة السيارات بجامعة حلوان، والأستاذ أسامة أبو المجد أيضا هيشرفنا في الاستوديو نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بعد الفاصل. اهتمام عالمي متزايد بقطاع السيارات الكهربائية. هذه الصناعة التي تعمل على تحقيق أهداف النقل المستدام والحفاظ على البيئة نظيفة والحد من آثار ظاهرة التغير المناخي، وتعد السيارات الكهربائية جزءاً مهماً يسهم في تحقيق الأهداف العالمية للحد من تغير المناخ، كما أنها عنصر من العناصر المسهمة في تخفيف الانبعاثات الغازية للحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وتخلق السيارات الكهربائية بصمة كربونية أقل على مدار عمرها مقارنة بالسيارات والشاحنات التقليدية العاملة بالوقود. وسجلت أعداد السيارات الكهربائية عالمياً نحو 10.83 مليون سيارة في عام 2022، وهذا يمثل زيادة بنسبة 61.3% مقارنة بعام 2021 الذي شهد وجود 6.71 مليون وحدة فقط. وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أكد على أن تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقا للمواصفات الوطنية والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، مؤكدا على أهمية المشروع لأنه يمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة
ودعم الصناعة والاقتصاد القومي في مصر، ومن المقرر طرح أول سيارة كهربائية مصرية في الأسواق نهاية العام الحالي، ويتراوح سعر السيارة 200,000 جنيه، بينما النسخة المزودة بمحطة طاقة شمسية ستكلف 250,000 جنيه. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه اليوم من الخلاصه، واسمحوا لي ارحب بضيوفي الدكتور نبيل حماد استاذ هندسه السيارات بجامعه حلوان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وبرحب كمان بالاستاذ اسامه ابو المجد نائب رئيس شعبه السيارات بالغرفه التجاريه، منورنا كالمعتاد. انا اسمحوا لي هبدا طبعا مع حضرتك، واسمح لي استخدم كلمه حلم انتاج السيارات الكهربائيه، لان ده مش جديد، احنا بقالنا سنوات عندنا الهدف دوت او هذا الحلم، والآن يبدو نحن اقتربنا منه خطوات كبيرة. إيه رأيك؟ إحنا أول ناس صنعت سيارات في المنطقة. إحنا سنة 60 عملنا السيارة رمسيس، أول دولة عربية كان عندنا الأتوبيس النصر، وكان عندنا العربية النقل النصر، وكان عندنا العربيات 133 و131، وكانت على قد العربية رمسيس، كان صناعة كبيرة جدا جدا، وكانت شركة النصر للسيارات في الوقت ده كانت شركة رائدة عظيمة جدا جدا. ونظرا لبعض الأمور وبعض التصرفات وبعض البيروقراطية وبعض التزاوج ما بين الاقتصاد والسياسة أدى للوضع اللي احنا فيه. في 2021 ابتدت يكون في برقة أمل مرة أخرى، وشفنا دونج فينج ومبادرة دونج فينج، وإن احنا ممكن فعلا عندنا ملفين فيها، جزء خاص بالإحلال السيارات اللي عدى عليها أكتر من 20 سنة، حان الوقت إن السيارات ديت خلاص تنتهي وتستبدل بسيارات حديثة، وإحنا ما نظرا لمصر برضو تملك حقول غاز كبيرة جدا، فكان ممكن النهاردة يحصل الإحلال لولا بعض التغيرات، وكان فعلا لازم الإحلال ده يحصل، لأن احنا بنشوف مصر كلها بتتغير، الشوارع بتتغير، الكباري بتتغير، الطرق بتتغير، اتقدمنا 42 نقطة دولية في الطرق والكباري، حاجات محترمة جدا جدا، ولكن يبقى حلم صناعة سيارة، ده كان الحلم الأهم. وده الجزء الثاني كان من المبادرة اللي تولى فخامة الرئيس بنفسه، كانت العربية الاي 70، كان اسمها النصر برضو، وكنا جايبين شركة طبعا عشان النهاردة تعملي سيارة لازم تبدأي من حيث انتهى الآخرين، يعني مش هينفع، لأن عشان تعملي سيارة ده بتعمل معامل أبحاث وتكلفة بمليارات المليارات، تقنيا وفنيا عملية معقدة جدا، موضوع صعب جدا، فلازم تجيبي شركة تملك النو هاو عشان تبدأي من حيث انتهى الآخرين. وبالفعل كان تم البروتوكول التعاون مع شركة دونج فينج، والأسباب برضو نفس الأسباب البيروقراطية واللي فعلا ما كملش، ولكن تتخيلي إن الدولة وبقدرات الدولة وبحجم الدولة ما تقدرش تجيب دونج فينج، وبيجيبها وكيل مصري وبيتعاقد معاها، والنهاردة واخد وكالتها وفي طريقه ان هو يعمل يصنع عربية بجد، يعني طبعا كان المفروض احنا نعيد حساباتنا بقى، ولكن يعني سبحان الله بالرغم من لما كنت بشوف من الدعم والتأييد من اعلى رأس في الدولة، يعني بس هو في العديد من المقاومات المحيطة الهامة جدا جدا، وطبعا يعني وفخامة الرئيس مش هيعمل بنفسه كل حاجة، ودي يعني يكفي ان هو كان على رأس الوفد اللي رجع مرسيدس مرة تانية. ولكن صدقني هقول لك على حاجة غريبة جدا، ودي حاجة يمكن اول مرة اقولها، انا كل ما بعدي على كوبري اقول يا لو كل كوبري من دول يتعمل مكانه مصنع. ده كان حلم يعني. معالي وزير كامل الوزير راجل اكتف جدا جدا جدا، لو المصانع معموله وما فيش بنيه تحتيه طبعا ده مهم، وده مهم ازاي يتحرك، ده حته كومباتبل كده اللي بيتناسقوا مع بعضهم، فبقول ان هذا الرجل النشيط جدا جدا والله، مجرد اسميها نبوءه اسميها توقع اسميها، انا كنت اعتقد اسعد واحد في مصر انه هو مسك وزاره الصناعه، لان هذا الكم وهذا النشاط، وفعلا ده حصل على ارض الواقع بمجرد ما مسك. احنا شفنا النهارده في اجتماع تم مع نيسان، اجتماع تم مع شركه غبور هونداي، اجتماع تم مع شركه منصور. انا بقول لحضرتك اهو الحلم. طيب. وانا يعني شايف رؤيه قويه جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وانا باكد لك وهنتقابل في حلقه احنا هنعمل سياره كهربائيه. رائع، انا بحب التفاؤل جدا. بس هسال دكتور نبيل عن رايك في التحديات، لانه بالتاكيد كل شيء له تحديات، ولو كان الامر سهل كنا نجحنا فيه من سنوات طويله، خصوصا ان احنا عندنا الهدف دوت بقالنا برضو سنين، لكن كان بيتعثر في بعض النقاط والمراحل. ايه التحديات؟
الحقيقة التحديات أكثرها بيروقراطية ليس إلا، بالإضافة للتمويل والتغيرات اللي حصلت. أنا في وقت ما كنت رئيس مجلس إدارة نصر السيارات، وكان البروجكت هايل ومدعوم من أعلى قيادات في البلد، وكنا قاب قوسين أو أدنى إن احنا نوصل لتصنيع فعلي، تصنيع بمعنى ان احنا كان هيوصل نسبة المنتج المحلي. احنا كل مرة نكون قاب قوسين او ادنى من انتاج سيارة كهربائية، ايه اللي بيحصل؟ جانبين، الجانب الاول بيروقراطية شديدة، الجانب الثاني التمويل، لان صناعة السيارات او صناعة السيارات الكهربية والسيارات عموما من الصناعات المركبة جدا، لان هي مش صناعة ببساطة اي صناعة اخرى، لان مكونات السيارات متعددة وكثيرة للغاية، فمحتاجة دعم بشكل كثيف جدا، محتاجة سوق، محتاجة دراسة وعمق، لأن هي من الصناعات الحيوية والواعدة واللي بتحقق كمان، مش بس هي صناعة، هي بتاخد معاها كتير من الصناعات المغذية، ودي اوريدي موجودة عندنا. يعني احنا كان البلان بتاعتنا ان احنا على الأقل لما نبتدي هنبتدي ب 40-45% مكون محلي من العربية. حلوين قوي فعلا، وكان في الطريق، وكانت الدنيا مجهزة ان هي هتزيد. الحلم مش بعيد فعلا، ممكن يتحقق تاني لو الامور الاقتصاديه رجعت استقرت تاني، لان الامكانيات بكل المقاييس متوفره، الامكانيات الفرديه للافراد للاداره، توفر القوى الشرائيه. احنا بلد تتجاوز ال 100 مليون، القوى الشرائيه فيها كبيره جدا، والنهارده كمان بالاسعار، يعني الارتفاعات الكبيره اللي حصلت في اسعار العربيات نتيجه للتذبذب العالمي ونتيجه لظروف كتير خارجيه عن ارادتنا، انت النهارده محتاج جدا يكون في بديل سعره ارخص، السوق محتاج ده، مش كده؟ طبعا. واستكمالا لكلام الدكتور، السيارات الكهربائيه دي اول حاجه، السيارات انا بقول لك قولا واحدا، ما بتعطلش، مظبوط، دي حقيقه فعلا، ما بتعطلش، ما بتحتاجش صيانه، ما بتحتاجش ارتجاع ميه، ما بتحتاجش ترجع زيت، بتحتاجش بنزين، ده حاجه كبيره جدا. ده جاي لك في الحته دي، بس انا بقول لك بشكل عام السياره ما بتحتاجش الكلام ده. ناهيك عن ايه بقى؟ ان السياره الكهربائيه النهارده التطور المذهل اللي بيحصل فيها على مدار الثلاث سنوات الاخيره تحديدا، في التبريد بتاعها، في تقسيم البطاريه نفسها، ان النهارده كانت البطاريه بلك واحد باظ ما بتصلحش، دلوقتي حضرتك ممكن جزء من البطاريه تشيليه وتحطي الجزء اللي باظ، اصبحت البطاريه موجوده مدى الحياه، البطاريه بتشكل ال 60% من سعر العربيه، فلو باظت البطاريه خلاص العربيه كلها باظت، لكن لما تقدري تغيري جزء زي العربيه العاديه، ده معناه ان العربيه ديت موجوده معاك لفتره طويله. سياره كهربائيه صديقه للبيئه، فيش انبعاثات كربونيه، موفق. نيجي بقى لحته البنزين، مصر الفاتوره بتاعتنا في المحروقات 8.7 مليار دولار، ده رقم مخيف. طب لو احنا النهاردة استخدمنا سيارات كهربائية، مخيف اقتصاديا وبيئيا في كل حاجة، ومخيف في ظروفنا، احنا لازم نواجه نفسنا ان احنا عندنا مشكلة عشان ما نغليش، وفي تضخم على مستوى العالم، ده الكونفدرالي الامريكي اتحرك السنة اللي فاتت 8 مرات، لم يحدث في تاريخ امريكا، في تضخم عالمي، عشان الناس لا تزايد على الحكومة ولا تزايد على التجار ولا تزايد على نفسها، في مشاكل عالميه، الحرب الروسيه الاوكرانيه كمان ما حدش تخيل انها تاثر هذا التاثر الرهيب على كل اقتصاد، وتطول بهذه السخافات اللي جميع اقتصاد الدول ماثره، انت كمان في منطقه في وضع صعب جدا جدا جدا. في ظل هذا المناخ مصر بتدفع فاتوره ضخمه جدا لدعم المحروقات. الناس اللي النهارده زعلانه عشان البنزين زاد امبارح ولا اول امبارح، بقول لكم قبل ما تزعلوا راجعوا اسعار البنزين في الدول اللي جنب مننا، راجعوا اسعار البنزين على مستوى العالم، وتتعرفوا الدوله في فاتوره ضخمه جدا جدا بتدعم عشان يعرف يوفر لك بالسعر اللي مش عاجبك ده. طب لو احنا النهارده عندنا سيارات كهربائيه، لا، الفاتوره بتختلف تماما، والاستهلاك بيختلف تماما، الميزانيه اللي انت حاططها هتقل تماما، واصبح النهارده خطوه نحو المستقبل. الملف ده دايما بدي تشبيه مهم جدا، زي التلفزيون الابيض واسود والتلفزيون الالوان، كلنا كان عندنا تلفزيون ابيض واسود في يوم من الايام، والنهارده مفيش، مصيرك هتروح كده كده للسيارات الكهربائيه النهارده كل وسائل النقل والمواصلات في الصين كلها سيارات كهربائيه، كلها اسم يسموها الجرين بورد، بيبقى اللون الاخضر الزرع والحاجات الجميله ديت، لان هي دي الطاقه النظيفه. في اكتر من 1000 مصنع لتصنيع السيارات الكهربائيه في الصين، اللي الصين النهارده بقت في حته ثانيه، اللي اثرت على اقتصاد دول، اللي اثرت على امريكا اللي عملت السيارات الكهربائيه، اللي اثرت على تسلا اللي تعتبر كانت في وقت من الوقت اكبر شركه انتاج سيارات النهارده، لدرجه ان الصين عملت ايه، لدرجه ان امريكا عملت ايه. الصين حطت ضرائب 100% على السيارات الكهربائيه
المصدر لامريكا. طب انا عايز المصدر لامريكا هي عملت كده ليه؟ للاجتياح الرهيب. اجتياح رهيب وماركات متعدده. انا بشوف ماركات صينيه مذهله النهارده كلها سيارات كهربائيه. لو امريكا ما كانتش عملت كده طيب. تسلا دي كانت هتنتهي للابد. طيب اخد راي الدكتور نبيل في النقطه دي. عايزه انا ما نسيتش لما قلت لي ان في بيروقراطيه او في تحديات. هل احنا النهارده التحديات مرتبطه بالانتاج نفسه ولا بالمناخ الكامل بتاع الاستثمار او الخاص بان يبقى في تشجيع زي ما المستشار اسامه بيقول تشجيع لنوع معين او حاجه معينه هي المستقبل وانا شايف انه العائد الاقتصادي بتاعها كويس. احنا محتاجين ايه عشان ندعم فكره العربيات الكهربائيه؟ خلينا اقول لحضرتك ان الانتاج في حد ذاته مش مشكله كبيره جدا لان احنا بنمتلك كفاءات بنمتلك مكونات محليه تقدر تساهم بقدر كبير جدا ونقدر بمرور السنين نكتسب النو هاو ودي كانت واحده يمكن من الجزئيات اللي كنا شغالين عليها في النص. اصلا مش اختراع العجله يعني هتشوف الناس عملت ايه. الدنيا الدنيا بسيطه وبتشتغل ريفرس انجينيرنج وكان بلان بتاعتنا في 21 ان احنا هيبقى عندنا ارض ار ان دي سنتر نقدر بمرور السنين نكتسب ان احنا يبقى عندنا نو هاو لان مفيش حد بدا من مش حد بدا عارف بالتاكيد بالتاكيد محدش بدا عارف فعلا. بالاضافه لان في فيز تاني كمان من الممكن الناس تشتغل عليه مش بس انتاج السيارات الكهربائيه وده اعتقد ان بعض الشركات الموجوده الخاصه في مصر بدات تشتغل عليه بشكل طيب جدا اللي هو الريتروفيتنج او ان هو يحول السيارات العاديه اللي بتشتغل بالفول العادي يحولها لسيارات كهربائيه اللي هو الاحلال ومش المقصد بيه السيارات اللي هي الباسنجر السيارات الصغيره مقصد بيه العربيات اللي هي بتتحرك ما بين نقاط ثابتة زي الأتوبيسات الميني باص المايكرو باص. الريتروفيتنج ده واعد جدا خاصة ان العالم مش مركز عليه العالم ومقصد بثقل العالم الرئيسي في صناعة سيارات كهربية والصين. الصين منع تماما الريتروفيتنج لان هي بتعارض صناعة السيارات. انا بتكلم من الجانب التقني اكثر ان ده مجال من الممكن هو يكون مدخل رائع لانه هيكسب النو هاو بشكل كبير جدا. هنقدر نشتغل على الصناعات المغذية هنقدر نوفر لان جزء كبير من استهلاك الوقود بيروح في اتجاه العربيات اللي بتتحرك بشكل متكرر في خطوط ثابتة اوتوبيسات المواصلات يعني. المواصلات العامة المواصلات العامة وحتى المواصلات الخاصة ودي اتصور ان هو لو لقت بعض الاهتمام من المسؤولين هتحقق نتائج طيبة جدا وفي اوريدي فعلا الناس بتسعى انها توصل لنقاط طيبة. هل احنا بحاجة لتعديلات مثلا في القوانين تعديلات تشريعية تشجع اكتر على انتاج وصناعة العربية الكهربائية او تحللنا الفجوة اللي موجودة وهاخد الامور القانونية الامور القانونية والاجرائية اعتقد ان هي كانت اتحلت في 2021 ان كان في البداية كان ممنوع ترخيص عربية طبقا للقانون المرور الا بشروط معينة وان المحرك يكون كام سي سي وي 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 تجاوزنا النقطة دي قانونا وبقى مسموح بترخيص عربيات الكهرباء بالعكس ده مشكلة. تالي رخص العربيات دي بتزيد مع الوقت بشكل تدريجي يعني او نسبي بالظبط كده. بالاضافة لان العربية الكهرباء في مجملها اكثر من رائعة هي المستقبل. يمكن اللي بيقلل معدل النمو فيها شوية ان الانفراستراكشر لصناعة العربيات العادية ضخمة جدا وعملاقة في العالم مليارات مهولة فبالتالي هتتنمو بتباطؤ. يعني احنا الى الان ما تجاوزناش 10% عالميا من العربيات اللي بتتصنع انها توصل للنسبه دي. الانفراستراكشر في مصر بدات تاخد خطوات طيبه يعني بقينا نلاقي محطات شحن في اماكن متكرره في شركات صحيح. بتقدم محطات الشحن المنزليه بالاضافه لان فعلا ويمكن تاخدت خطوه اوريدي من الحكومه ان هي هتعمل بي تي ار اللي هيمر على الدايري. البي تي ار هيبقى كهرباء بتعمله شركه مصريه شركه خاصه مصريه محترمه جدا بتعمله بتجمعه وهي اوريدي الشركه دي اللي عملت باصات للمؤتمر المناخي اللي كان في شرم الشيخ وبتصدر. المقصد ان احنا عندنا القدرات الفعاله فعلا ان احنا نقدر نجمع كبدايه كمرحله بدايه وبالدعم بدعم البلد لان دعم البلد ده جزئيه جوهريه واساسيه محدش هيقدر يشتغل مع نفسه لابد البلد طيب. تدعم بشكل كبير جدا. ناقصنا ايه؟ السؤال. طيب كلام جميل قوي ناقصنا ايه؟ لا انا في سؤال تاني عشان ناقصنا ايه؟ لا السؤال ده ياخد حقه. انت بتقولي ان انتم محتاجين تشريع عشان يساعد على ده؟ 50 طبعا قطعا قولا واحدا يعني ليه؟ واحد هل منطقي ان انا اجيب عربيه بالكامل زيرو جمرك ولما اجي اصنعها اجيب قطع او المكونات بتاعتها ادفع عليها من 5% ل 7% جمرك؟ يبقى انا لو قعدت 50 سنه
مش هتحقق. سعري مش هيبقى منافس وانا كده كاني ما بشجعش ولا هنفع اصدر. ولازم نحط قدام عينينا كده التجربه المغربيه لما حصل النهارده. معلش قبل التجربه المغربيه ست يعني احنا لما بنقول ان انا في الحاله دي كاني كده بشجع على الاستيراد كاني كدوله عايز استورد. طبعا جاي لك في دي بصي. فلما ده حصل النهارده واحنا لازم نبص حوالين مننا في المنطقه ونشوف اللي بيحصل. واول ما امريكا النهارده دخلت في حرب بارده مع الصين وفرضت ضرائب 100% اتحركت الغرفه التجاريه عندنا في مصر وتم مراسله غرفه شنغهاي عشان نستفيد من هذا الوضع. تعالوا انتوا النهارده الامريكان مش مرحبين بيكم، احنا مرحبين بيكم. انتوا الامريكان مش مرحبين بيكم، مش عايزينكم، احنا في مصر عايزينكم. بس تيجوا بشركاتكم، الشركات اللي تقدر تقدم لنا تسهيلات واحنا نقدم لها تسهيلات. انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين واحد اتنين تلاتة وفر. يناقش يدرس، لازم يتوفر الوقت الحالي. والله والله قولا واحدا لو ما لحقناش الركب في هذه الصناعة لن نلحقه مرة اخرى نهائيا. تحاسبنا الاجيال القادمة على ذلك، لانه في جداً. فرص وامكانيات. ولازم 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 ناخد السلوجن اللي عملته دبي، سلوجن التسهيل كسبنا كتير. خشوا على المواقع الإماراتية وشوفوا بيكتبوا ايه. حضرتك تعمل شركة في دبي اونلاين في 5 دقايق. بس عملنا احنا تسهيلات مؤخرا في موضوع انشاء الشركات، وعملنا تسهيلات في فكرة الاستثمار والرخصة الذهبية. ما زالت يعني عشان انت عايزة تجيبي المستثمر من بره. ما انت احنا كان عندنا 4 أعمدة للنقد الاجنبي، قناة السويس، سياحة، أبنائنا العاملين في الخارج، المستثمر. هل أنت المستثمر عندك زي الأول؟ إحنا محتاجين المستثمر ده. المستثمر ده عشان يجي لك، المستثمر ده شاطر جدا، بيبعت لجنة كاملة تبحث المناخ إيه والضرائب إيه والخدمات إيه والاستهلاك إيه وهكسب إيه وأحط إيه ويجي لي كام. فإحنا لازم نوفر مناخ جاذب للمستهلك. نشوف قدام مننا كده نبراس التجربة المغربية. المغرب في 2023 من السيارات بس 13.7 مليار دولار بيتسموا دلوقتي مصنع انتاج سيارات العالم. تفتكري لو احنا صدرنا من السيارات بس 13.7 مليار، يعني داخلين على 14 مليار دولار، كنا احنا بقت عندنا اي مشكله في النقد؟ السنه اللي قبل منها 11.3، السنه قبل منها 8، في تطور. لا حته التجربه المغربيه دي طيب. خليها تاخد حقها لان حته مهمه جدا جدا. النهارده لما انت جبت النهارده شركه رينو جبتيها المغرب، اديتيها اعفاء ضريبي 25 سنه، البنية التحتية بتاعت المصانع كلها دي كادو هدية اشتغلوا، بس 11 شرط مقابلهم شرط واحد من الحكومة المغربية، من المغرب، ان اي عربية لوجان تطلع على مستوى العالم تطلع من المغرب. يبقى النهاردة فرنسا لما تحتاج عربية لوجان تاخدها منين؟ تاخدها من المغرب. حصة انتاج كبيرة جدا. هو دوت النهاردة رخر. النهاردة بقى في قلاع، النهاردة في عندنا بيجو ستروين هناك، في شركه بيجو لوحدها، في بي واي دي النهارده عامله مصنع السيارات الكهربائيه، في 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 المنطقه الاطلسيه في قلاع لصناعه السيارات. طيب. احنا بقى هنقف نتفرج لغايه امتى؟ احنا محتاجين نوفر للمستهلك مناخ جيد، وخصوصا في نقطه مهمه جدا جدا كمان، البنيه التحتيه. احنا عندنا اجتماع بكره في الغرفه التجاريه ومجمعين كوكبه في هذا في هذه الجزئيه، لان احنا عندنا مشكله لازم تتحل. ويمكن الدكتور هياخد باله من الحته دي لان طبعا حضرتك فني اكتر في هذه المشكله. احنا عندنا بعض البروتوكولات النهارده الغير مدعومه، لا احنا محتاجين كل البروتوكولات في الشواحن. تكون متوفره. نقطه خطيره جدا. حضرتك النهارده الشركه الشاطره دي عامله الشواحن ديت، طب بقيه المنتجات مش موجوده، هيحصل احتكار، هيحصل زياده في الاسعار، احنا مش عايزين كده، فاحنا عاملين الكلام ده. نمره 2، التعريفه بتاعت السيارات. طب النهارده زاد البنزين امبارح، هل زادت تعريفه السيارات الكهربائيه؟ ما زادتش تعريفه السيارات الكهربائيه. يبقى لازم تكون في لجنه متخصصه عشان يبقى في النهارده تعريفه السيارات الكهربائيه. ليه؟ عشان الشركات اللي بتستثمر في الشواحن واللي هتساهم في البنيه التحتيه تلاقي هامش ربح جيد عشان طيب. تعرف تستمر. كل دي قوانين وتشريعات احنا محتاجينها خلال الفتره القادمه. لازم تهيئ المناخ للسيارات الكهربائيه عشان فعلا تقدري تنتشري فيها. النهارده في الاردن يا فندم لو حضرتك تحب تاخدي ترخيص مطعم لازم تحطي نقطتين شحن كهرباء بره المطعم. مول لازم تحطي نقاط شحن. لو انت عملتي كده هتقدري توفري المناخ المناسب لانتشار طيب. السيارات الكهربائيه. احنا عايزين نشرك معنا في النقاش دكتور محمد الغمري رئيس مجلس اداره الشركه المصنعه للسياره الكهربائيه. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصه. اهلا بحضرتك يا فندم. خطوة كبيرة وعملاقة ويعني قادرة ان هي يكون ليها مميزات وفوائد كتير، ان كان على مستوى الاقتصاد الدولة او اقتصاد الافراد.
احنا فين دلوقتي تحديدا من الخطوه دي؟ والله احنا بالفعل بدانا في المراحل الاوليه لتصميم وتصنيع سياره كهربائيه مصريه. المتوقع اطلاقها ان شاء الله في نهايه هذا العام. العربيه ديت اخر السنه دي 2024. 2024 ان شاء الله بدون مقاطعه. هتكون عربيه على خلاف التجارب المختلفه، هي عربيه مصريه، بمعنى ان الاستثمارات اللي اتحطت في العربيه استثمارات مصريه، العوائد هتكون الاستثمارات او العوائد هتكون موجوده داخل البلد لا تخرج خارج البلد. على يمكن سمعت المقدمه اللي حضرتك اتكلمت عليها على تجربه المغرب، طبعا تجربه ناجحه بكل المقاييس، ولكن الاختلاف الوحيد ان كل الصادرات العربيات الرينو اللي بتطلع المغرب العائد بتاعها بيروح فرنسا. فرق عندنا هنا ان العائد بتاعها هيظل في مصر ويتم تطويره واستغلاله لانشاء وتطوير موديلات مختلفه اخرى من العربيات الكهربائيه. هيتم استخدامه ايه يا فندم؟ لتطوير موديلات اخرى من العربيات الكهربائيه تحت شعار براند مصري. يكبر المشروع اكتر واكتر. بالظبط كده، بالظبط. طيب عايز اسال برضو حضرتك دكتور محمد عن السعر، احنا هل فعلا بنتكلم عن 250 الف جنيه وده بالنسبه لاحتياجات السوق والقدره الشرائيه للمواطنين والارتفاعات الكبيره في اسعار السيارات العاديه على مدار الكام سنه اللي فاتت حسبته ايه؟ بص حضرتك احنا برضو علشان نقرر احنا انهي شريحه هنقدر نطرحها في السوق في المرحله الاولى عملنا دراسه علشان نقدر نعرف هو السوق المصري محتاج ايه وايه اللي يناسبه اكتر وايه هي متطلبات المستخدم المصري. طبعا بدون شك احنا كلنا متفقين ان احنا عايزين عربيه سعرها رخيص في ظل الازمه الكبيره اللي حاصله في سعر الصرف مع الاستيراد الضخم اللي بيحصل في معظم السلع، فكانت كل السلع تقريبا سعرها بيتضاعف. النهارده اقل عربيه ممكن سعرها يتعدى المليون جنيه. عشان نقدر نحط عربيه في السوق المحلي سعر منافس كان لازم نعرف هو السوق المحلي عايز انهي عربيه بانهي مصر. فعملنا دراسه لقينا ان مصر فيها حوالي 5.5 مليون عربيه اجمالي العربيات الموجوده جوه مصر. من هذه ال 5.5 مليون عربيه 6% منهم عربيات ملاكي و 94% منهم عربيات 6% عربيات اجره و 94% عربيات ملاكي. الشريحه الكبرى موجوده في العربيات الملاكي. رجعنا مره حللنا تاني شفنا العربيات الملاكي ديت استخدامها طبيعته عامل ازاي، لقينا ان اقل من 10% من هذه العربيات بيستخدمها اصحابها علشان يسافروا خارج المدينه اللي هم عايشين فيها. اقل من 10%. اقل من 10%. ودولت الناس طبعا اللي محتاجين العربيه بتاعتهم تمشي مسافه 600 كيلومتر بسرعه تتعدى ال 120 كيلومتر 140 160 كيلومتر في الساعه. بينما 90% من مستخدمين العربيات الملاكي في مصر بيستخدموها داخل المدينه، اللي هي السرعه النهارده بقت بحد اقصى بمسموح بيها 80 كيلومتر وفي معظم الاحوال 60 كيلومتر. مره ثانيه لقينا ان العربيه اللي بتستخدم داخل المدينه احتياج المستخدم يمشي بالعربيه في اليوم الواحد ما لا يتعدى من 200 بحد اقصى 300 كيلومتر. ومن هنا كانت البدايه ان احنا هنخاطب 90% من مستخدمين العربيات في مصر ان احنا هننزل عربيه اقتصاديه سعرها 200 الف جنيه، ودي تقدر تمشي مسافه على نفس الشحنه 200 او 300 كيلومتر. وبالتالي لو انا هستخدمها عشان اروح بيها الشغل، هروح بيها النادي، هوصل الاولاد المدارس، هي ديت تكفي الى حد كبير جدا هذا النوع من المستخدمين. المرحله اللي بعد كده اللي هي السنه اللي بعدها هنطلع عربيه ثانيه سرعتها 160 كيلومتر في الساعه، وهتكون الشحنه بتاعتها تقدر تمشيها مسافه 600 كيلومتر، ودي سعرها هيكون 450 الف جنيه. طبعا احنا فضلنا شريحه اعلى بقى كده شويه. الشريحه اللي هي ال 10% يمكن تكون اقل في العدد، ولكن احتياج ال 10% دولت هم دولت الناس اللي عايزين يسافروا بالعربيه من القاهره الاسكندريه، عايزين يقعدوا بيتحركوا بين محافظات عندهم اشغال في اماكن مختلفه. بالظبط. فاحنا قلنا هنطرح الشريحه دي برضو، ولكن هيبقى دي المرحله الثانيه من المنتجات اللي هنطرحها ان شاء الله. نسبه المكون المحلي قد ايه؟ العربية ديت التصميم بتاعها التصميم بتاع الجسم المعدني بالكامل، الأجزاء البلاستيكية، أجزاء معينة من الأجزاء الإلكترونية صناعة مصرية بالكامل، وبالتالي بنقول إن احنا من داي 1 هيكون حجم المنتج المحلي فيها يتعدى 60% في خلال 60% سنتين. 60% في خلال سنتين ممكن نتعدى 90% إن شاء الله. عندكم خطط للتصدير؟ ده اساسي، ده احنا اوريدي في عندنا تعاقدات بدات مع بعض الدول الاجنبيه علشان المنتج بتاعنا سعره بينافس حتى المنتج الصيني. يعني لو اي حد في افريقيا عاوز يستورد عربيه من الصين
اسهل له وارخص له واقرب له ياخدها من مصر وهي بنفس السعر. بالتالي عندنا الحمد لله يعني طلبات. طب هختم مع حضرتك بسؤال، يعني كنا لسه بنتكلم دلوقتي ان مشروع او حلم انتاج وصناعه السياره الكهربائيه في مصر هو حلم قديم له سنوات، والإرادة السياسية متوفرة وموجودة، واليقين أو الفهم بأهمية المشروع ده أيضا موجود، لكنه تعثر في مراحل مختلفة. لماذا تعثر سابقا وينجح إن شاء الله الآن؟ والله كل التجارب صناعة السيارات في مصر بشكل عام من الستينات لحد النهاردة كانت دايما بتدور في دايرة تجميع منتج أجنبي. فكان الهدف من تجميع منتج أجنبي بشكل عام في العربيات البنزين الهروب من دفع جمارك قيمتها عالية. حضرتك عارفة لما العربية بتاعتها 1600 سي سي أو أكتر بيصل الجمارك فيها ل 260%. كان بعض التجار اللي بيستوردوا العربيات ديت بدل من إنهم يدفعوا 260% جمارك كان بيجيب العربية المستهلكة وبيجمعها في مصر علشان يهرب من الجمارك ويطلع عربية تتباع في السوق المحلي بسعر منخفض. هو كده بيجمع ما بينتجش. ده كان التجميع اللي هو السائد لحد النهارده. ففي السيارات الكهرباء، السيارات الكهرباء الجمارك بتاعها اوريدي معفاه من جمارك، فبالتالي ما كانش في اي ميزه من تجميع عربيه كهرباء في مصر لمنتج اجنبي، لان المكسب الكبير صاحب البراند الاجنبي خلاص استفاد منه. وانت لما هتجمعيها طب ما ايه فايده، طب ما انا اجيبها مجمعه وكده كده الجمارك معفاه. يعني اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنعمل عربيه نمتلك التصميم بتاعها، وبالتالي هامش الربح اللي كان هياخده المنتج الاجنبي احنا قدرنا نوفر هذا هامش الربح ونطلع عربيه بهامش ربح منخفض تناسب المستهلك المصري. ممتاز. اتمنى ان شاء الله التجربه تنجح يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك طبعا على كل المعلومات دي وبتمنى لكم التوفيق، لان ده مشروع يعني انا بتهيأ ده مشروع يعني يستحق ان هو يكون مشروع قومي مهم. دكتور محمد الغمري رئيس مجلس اداره الشركه المصنعه للسياره الكهربائيه. احنا محتاجين فاصل؟ طيب هنطلع فاصل ونرجع نحلل بقى ونفصص الكلام ده ونشوف نتحرك ازاي من الخطوات المهمة دي الى ما هو قادم. فاصل مع حضرتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في الخلاصة. حلم إنتاج وصناعة أول سيارة كهربائية في مصر، اقتربنا خطوات كثيرة بالتأكيد في تحديات بنناقشها اليوم، لكن المسار كله له إيجابيات وله مميزات وفوائد اقتصادية بيئية مناخية، يعني حدث ولا حرج. في جملة استوقفتني أستاذ أسامة، حضرتك كنت بتقولي قبل الفاصل إنه الموضوع عامل زي التلفزيون الملون او الابيض واسود. هل احنا هنروح للعربيات الكهربائيه لانها التطور الطبيعي للاشياء، ولا هي بالفعل احسن من العربيات اللي بتمشي بالبنزين؟ العربيات يعني العربيه الكهرباء مكوناتها قليله قوي قوي، يمكن انا وضحت في بدايه الحلقه ان هي تقريبا شبه ما بتعطلش، شبه ما فيش صيانه. كويس. عربيه فيها كل حاجه، وعربيه فيها هاي 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 تكنولوجي، عربيه اي حاجه بتحلمي فيها موجوده. الموضوع كمان بيتطور بصوره مخيفه. تطور السيارات الكهربائيه اسرع من الصوت. هقول لك على حاجه، اخر حاجه عربيه كهربائيه شحنه واحده من بي واي دي، منزلها بي واي دي، عربيه شحنه واحده ممكن تمشي 2000 كيلو. انت مستوعبه الرقم؟ مستوعبه الرقم؟ يعني عربيه تتشحن في 40 دقيقه تمشي 2000 كيلو. حاجه مذهله. النهارده عربيه بتمشي من غير سواق، دي حاجه مذهله. عربية ما بتبصي، عربية ما بتعطلش، عربية كمان قطع غيار او الاخر من سيارة مفيش، عربية بتتغير زي ما وضحنا في 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 في, في البطارية. لا احنا شئنا ام ابينا احنا رايحين للملف ده، رايحين للملف ده. يجب علينا، يجب علينا لغاية ما نعمل الـ 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 الانتاج والصناعة كاملة. وايا انا سمعت في المداخله السابقه ان هو بيقول على اخر السنه، اتمنى ذلك. انا يعني اتمنى ذلك، اتمنى، لكن مش يعني مش مقتنع انه هنقدر نعمل ده. مش عايز اقول مش مقتنع عشان لا اعارض الراي، ولكن انا بقول اتمنى ذلك. الموضوع ده صعب يعني احنا كلنا بنحلم بده، ودي حاجه جميله، ومصر هتعمل سياره كهربائيه. انا باكد لك، كنت قلت لك في بدايه الحلقه، مع وجود
معالي الوزير في هذا المنصب تحديدا انا اتوقع بس انا في تصوري او كان في تصوري ان مش قبل سنتين يعني الوقت على ارض الواقع حاجات كتير انشاء مصنع وخطوط انتاج وجلب خطوط انتاج وقطع غيار وعماله ونقل خطوط انتاج موضوع كبير جدا ودراسه موضوع مش ما توقعش ان احنا في شهر 8 حتى لو انتوا بديتوا من شهرين 3 ولا حتى بديتوا من اول السنه بتعملي في مصنع وعايز ينتج انتاج اقل حاجه مثلا 50,000 عربيه وخدي بالك ده 50,000 عربيه ده يبقى احنا رقم بنهزر ليه؟ لان الرقم الانتاج ده الحد الكمي ده يساوي سعر جيد يعني انت لو عامل كل ما العدد قل كل ما السعر ما بقاش منافس وبقى السعر عالي جدا كل ما العدد زاد احنا بنتكلم في دولة النهاردة بتنتج تقريبا اكتر من ربع يعني الصين دي بتنتج اكتر من ربع انتاج العالم بالنسبة للسيارات الكهربائية اخد بالك كل ده مهمة جدا جدا فاحنا يعني اللي بجد يعني ايا كان احنا هنشوف كنت اتمنى نسمع الماركة ايه ايا كان اللي هنشوفه انا بقول لحضرتك ان شاء الله مصر هتصنع سيارات كهربائية هنتقابل في حلقة قادمة ان شاء الله بس في تصوري انا ما اتوقعش ان اخر السنه دي واحده رقم 2 بجد احنا محتاجين نتبع سياسه الانفتاح وليس الانكماش سياسه الانفتاح من فضلكم اسمحوا بدخول السيارات المستعمله الكهربائيه ليه وده كان موجود لغايه سنه 21 عندنا في مصر كان بنسمح بالسيارات الكهربائيه والسيارات الايكو بوست والسيارات الهايبريد اللي هي هجين ما بين البنزين والكهرباء ودي سيارات محترمه جدا ليه تخيلي مثلا لو معايا عربيه فولكس فاجن مستعمله وجربتها وجبتها مصر بسعر قليل جدا جدا لما صنع العربيه المصريه انا مش خايف من هذه الصناعه المرء يهاب ما يجهله المرء يهاب ما يجهله انا ما جربتش سياره كهربائيه يا ترى بتبوظ ما بتبص موفره زي ما بيحكوا مش موفره الكلام ده كله فانت النهارده بتخاف من البطاريه فانت النهارده لما تسمحي بده وتجيبي ماركات اوريدي انت وجدانك مطمئن لو جبت عربيه كهرباء مرسيدس ولا فولكس واجن او تويوتا او اخره من الماركات اللي احنا عارفين انها تمام وجربتها لقيتها ممتازه لما تجيب العربيه المصريه صدقيني انا هكون مطمئن لها جدا 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 هذه السيارات الكهربائيه كمان قبل ما ننتجها لازم يكون محضر لها استراتيجي محترم من البنيه التحتيه اللي تبقى منتشره في الدنيا كلها تفرضيها على كل قطاعات الدوله يعني المفروض كل المواصلات تبقى سيارات كهربائيه البنيه التحتيه ده موضوع مهم هرجع له بس نقطه ان الناس ساعات تخاف من الحاجه الجديده او تخاف من الحاجه اللي ما جربتهاش خلينا يا عم في اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش طب العربيه بتتشحن دي ايه يعني البطاريه بتاعتها لا اعمل ايه اسوي ايه مفهوم العربيه الكهرباء احنا مستعدين له ثقافة ونفسيا وكده ولا لا؟ خلينا الأول نتكلم من ناحية الأمان السيفتي في العربية الكهرباء عالي لأقصى درجة ممكنة إذا ما كانش بيقترب أو يتجاوز الأمان في العربيات العادية بمحركات الاحتراق الداخلي لأن هي بتعمل عليها دراسات والتطور في صناعة المحركات الكهربية والبطارية أسرع بكتير جدا من التطور في محركات الاحتراق الداخلي وبالتالي إن في خوف منها لا إطلاقا ما فيش خوف منها ان هي المستقبل هي المستقبل خلينا لو تسمحي ان احنا نرجع لنقطة احنا ليه ما بننجحش النجاح الحقيقة فطرة يعني الشيء الطبيعي ان احنا ننجح لكن احنا والنجاح مش محتاج عبقرية ولا محتاج مجهود جبار محتاج ان احنا نشتغل نفتح كتاب النجاح ونشتغل صناعة السيارات بتقول 1 2 3 7 نعملهم هننجح الاستثمار بيقول 1 2 3 5 نعملهم هننجح احنا عندنا معوقات غير عادية وغير منطقية بتحصل لأي مستثمر او لأي حد بيرغب في التطور لو قدرنا ان احنا نتغلب على المعوقات دي اكيد ثقافة السيارة الكهربية جاية لان هي المستقبل مستقبل بطيء وبعيد المدى يعني ما حدش يقدر يتكلم ان العربيات الكهرباء هتبدأ تبقى هي الدوميننت وهي النسبة الغالبة بعد كم سنة مثلا في التصور الشخصي ان احنا نوصل لنقطة التعادل ان هي تبقى 50% محركات داخلية و 50% مش اقل 40-45 2040 2045 يبقى عندنا نص السوق عالميا لم نتجاوز 10% ده في مصر ولا في العالم في العالم مصر كلها عربيات كهرباء فيها لا تتجاوز الاف تعد على اصابع الايدين طب اذا 2040 او 45 لسه هنوصل انه في العالم النص بالنص يبقى احنا برضو في مصر محتاجين سنوات اكتر بالتاكيد بس نبتدي هي الفكره ان احنا نبتدي احنا لو بدينا وبقينا على التراك لو بدينا مشوار هنوصل احنا للاسف الشديد ان احنا الى الان ما بديناش في اي حاجه ما بديناش كشركات عامه ملك الدوله
ما بدناش ناخد خطوات جديه. يعني القطاع الخاص بقى هو اللي القطاع الخاص بالتاكيد اي مستثمر نفسه انه ينجح ويكسب، هو اي مستثمر بيشتغل على انه يكسب. وشيء منطقي جدا ان لو توفرت المقومات اللي تكسبه والمكسب مش عيب. كل المصنعين بيسعوا للمكسب، كل المستثمرين في اي اتجاه بيسعى للمكسب. الصوره اللي مش واضحه، لان الصوره في جوانب الاستثماريه في صناعه السيارات الكهربيه مش واضحه. مش واضحه، ويمكن المستشار اسامه وضح نقطه ان انا بستورد عربيه كامله منتج كامل بدفع زيرو جمارك، لو استوردت المكونات بدفع من 5 لـ10%، وبعض المكونات الخاصه جوه العربيه بتتجاوز النسبه الجمركيه البند الجمركي. ده غير ان بيضاف عليها ال 14% ضريبه القيمه المضافه. الملف محتاج منظور شامل، منظور شامل ودعم شامل، لكن يبقى ان هو مش صعب. طيب مش ان احنا بنتكلم استحاله، لا ده احنا ولا حتى صعوبه. الموضوع ابسط من انه يبقى امل وحلم، لا ممكن يبقى واقع بكره لو توفرت الاراده بكره. طب البنيه التحتيه بقى، مش هنسى النقطه دي، كنت حاجه تتكلم عن البنيه التحتيه. ده ملف مهم جدا، وزي ما وضحت لحضرتك ان احنا عندنا بكره اجتماع في الغرفه التجاريه بهذا الصدد. يجب توفير كافه البروتوكولات، يعني في 3 بروتوكولات في الشواحن، يمكن الدكتور عارف الكلام ده او الناس المتخصصه عارفه الكلام ده. فلازم في بروتوكول خاص بالسيارات الصينيه، النهارده البروتوكول ده لازم يكون متوفر في مصر. شواحن الصيني، السيارات الامريكيه اللي هي شواحن العربيات الكهرباء، البروتوكول بيختلف. لازم تشجيع الشركات اللي متخصصه في ملف الشواحن ديت وهتصنع شواحن في مصر. ده ملف تاني ملوش علاقه بتشحين بعمل السياره الكهربائيه نفسها. ملف الشواحن والبنيه التحتيه ده ملف مهم جدا. وفي شغل حضرتك النهارده، لو يعني حضرتك يفتح باب شغل كبير مهم جدا طبعا. حضرتك النهارده مش هنعتمد على محطات الوقود فقط اللي يبقى فيها شواحن، لان لو احنا خدنا بكده ده موضوع مش ناجح على مستوى العالم. الشواحن زي ما اديت لحضرتك قلت لك في الاردن النهارده، عشان تاخدي رخصه كافيه لازم يكون عندك نقطتين شحن بره، مول عندك 10 نقاط شحن، جميع الجراشات لازم يكون فيها نقطه شحن. التفكير يكون الاماكن اللي حضرتك بتركني العربيه فيها، ركنت العربيه بالليل في البيت لازم يكون في نقطه شحن، ان كنت راكنه العربيه عند شغلك فلازم عند الشغل يكون متوفر نقاط شحن. ده المهم جدا توفري المناخ. اسمح لي سعاده المستشاره اتدخل في النقطه دي في جزئيه الانفراستراكشر، لان انا كنت مع شركه من الشركات اللي قائمه على عمل الشواحن، واي زي ما اتفقنا ان كل موضوع كله فاينانس في الاول والاخر، واي مستثمر بيدور على ريتيرن اوف انفستمنت هيرجع في قد ايه. الحاجه الغريبه في شواحن السيارات في الوقت الراهن ان الريتيرن اوف انفستمنت مش سنه ولا اتنين، 18 سنه عشان يرجع بس الفلوس اللي هو دفعها. مين اللي هيقبل على خطوه زي دي؟ مستحيل. فهنا ان عنده جوانب تانية ممكن يشتغل كوميرشال، يبعد عن الصناعه تماما. مستحيل. ويقدر يحقق عائد سريع جدا وعائد بروفيتبل وشيء طيب ومضمون. ده الانفراستراكشر، دي مساله بلد مش مساله مستثمر، لان القائمين على الشواحن في البلد حاليا، لان الشواحن نوعين، الشواحن المنزليه دي اي سي ودي بسيطه وتكلفتها بسيطه ويقدر كل واحد يحطها في جراج بيته او قدام بيته. شواحن الدي سي اللي هي بتشحن شحن سريع، لان البطاريه بطبيعتها بتحتاج نوعين من الشواحن، يا دي سي يا اي سي. دي سي اللي هو السريع ده اللي متوفر في المحطات. تشجيع البلاد بيوصل لاحيانا ان هو بيبقى في مكان مخصص وبارك مميز للعربيات الكهرباء زي الهاند جنب الهاند كاب دي بيبل. بيبقى في كتير من الاحيان في بعض الدول الاوروبيه ان هو بيدي الشحن لحد كبير كانه مجاني علشان يشجع، لان هي الموضوع مش بس ان هو مستقبل، الموضوع بيئه. الناس كلها عايزه تجو جرين. النقاط دي ممكن تطرح ده دكتور من خلال شعبة السيارات. احنا بكره عندنا اجتماع كبير جدا. بحتاره الصحفيين وهبعت لكم تشوفوا النتائج والتوصيات اللي هنخرج بيها. السيد رئيس الغرفه موجود، السيد رئيس الشعبه موجود. احنا عندنا لجنه متخصصه للسيارات الكهربائيه موجوده في الغرفه التجاريه في شعبه السيارات موجود. يعني في كوكبه بكره هتبقى موجوده في اجتماع بكره. ده خطه عمل اللي طبعا، وهنخرج بتوصيات وهنعرضها على الوزير. ليه؟ وده برضو يجرني النقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. أرجوكم يا جماعة والمعنيين بالأمر، لما يكون في قرارات خاصة بالسيارات من فضلكم تواصلوا معانا، لأن احنا أهل هذا المجال وعندنا متخصصين في كل جزء. ما ينفعش حضرتك هتاخد قرار يخص السيارات والمتخصصين في هذا المجال
مش ما 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 لا يوجد من يمثلهم. ليه؟ احنا النهارده هندي التوصيات الصحيحه زي اجتماع بكره، في توصيات محترمه جدا جدا هتطلع من الغرفه التجاريه توضح يا جماعه عشان ننجح محتاجين 1 2 3 وعلينا 1 2 3 لكم ما لكم وعليكم ما عليكم، لازم نوضح الامور ديت. ولكن الملف كله ما ينفعش ان احنا نهمله. النهارده السيارات الكهربائيه جايه الدوله الشاطره والناس الشاطرة اللي هتنشر السيارات الكهربية بصورة أسرع، اللي هتعمل بنية تحتية بصورة أسرع، اللي هتعمل مصانع أدوات التغذية ودي مهمة جدا جدا، ده بيشتغل فيها ملايين أكتر من 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 مصانع التجميع نفسها. وعايز أقول نقطة مهمة جدا، الناس اللي بتزعل من كلمة تجميع يا جماعة، كل الدول الكبرى بدأت بالتجميع، وأقول لحضرتك مرسيدس بنز نفسها مش 100% صناعة ألمانية، هتلاقي الضفاير يابانية، هتلاقي الوحدات الكنترول مثلا ماليزية أو تايوانية، هتلاقي الكاوتش العربية متكونة من أجزاء كتيرة جدا جدا، حان الوقت إن جميع أجهزة الدولة، جميع الوزارات المعنية تهتم بهذا الملف. ليه؟ لسبب مهم جدا، مين ينكر دور جنرال موتورز في الاقتصاد الأمريكي؟ او تويوتا في اقتصاد اليابان، او كيا وهونداي في اقتصاد كوريا. ملف السيارات ده لو نهتم بيه والله لا نحتاج تدبير دولار من بره، ومصر هتصدر وهنبقى في حته تانية خالص، وهنملك الرياده اللي احنا طول عمرنا بنملكها. طبعا صحيح، وما ما ينقصناش حاجه عشان خالص خالص، زي ما قال الدكتور كل المقومات عندنا، ولكن الموضوع محتاج فعلا دراسه حقيقيه، توفير مناخ ودعم دعم 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 لهذه الصناعه. واحنا هنكون بكره معاكم في الاجتماع نشوف التوصيات. نورتونا وسعدت جدا بحضراتكم المستشار اسامه ابو المجد نائب رئيس شعبه السيارات بالغرفه التجاريه، والدكتور نبيل حماد استاذ هندسه السيارات بجامعه حلوان، سعدنا بحضراتكم وبالنقاش ده. وصلت مع حضراتكم لختام خلاصه اليوم، شكرا على المتابعه، بكره خلاصه جديده وملف وقضيه جديده، الى اللقاء.